ليفربول، ترجع الكرة على طريق إسكو، المرينجي بالكونتر أتاك، يمشي إسكو معاه ثلاثة، الحصار المحاصرة وخطف. على فكرة فما ملاحظة رقمية مهمة جدا نبني عليها استنتاج، هو أنه أهداف توزعت بين الفريقين على مدى الشوطين. ليفربول سجل 22 هدف في الشوط الأول مقابل 18 في الشوط الثاني، عكس الريال 13 جول في الأول 17 بالثاني. ما مفاده، ما قراءته، ما هو استنتاجه؟ أنك تستنتج أن ليفربول يتراجع في الشوط الثاني، وهذا جلي في مباراة الدوري. في المقابل فريق ريال مدريد يطلع كريشندو، يطلع واحدة واحدة، يجيهم واحدة واحدة، يغلق عليهم المنافذ في الشوط الأول ويدخل من الأبواب في الثاني. السلامات بالنسبة لمحمد صلاح. مو صلاح، مو صلاح، هكذا يغنون. إصابة أخرى لصلاح. إصابة أخرى لصلاح. إصابة أخرى لصلاح. الكتف مصاب. الضربة شكلها قوية. ليفربول قد يعاني بخروج الفرعون المصري. يورغن كلوب يفكر. ليفربول يدو على راسه ويديهم على قلوبهم، يفكرون، يخمنون، يتساءلون، يتهامسون، من البديل لو خرج الفرعون؟ لو يطلع صلاح الخمسين خمسين والفيفتي فيفتي تتحول 55-45 لفريق ريال مدريد. صلاح يلعب قلبه، يحاول التمسك بأمل الفاينل، ولكن سيغادر، سيغادر صلاح. مشاركته في نهائي كيف توقف. يدخل لنا، يدخل لنا تغيير اضطراري. لكان على البال، لو كان على الخاطر، تتغير المباراة الآن، شكلها، صورتها، فلسفتها، دورتها، وتمشي نص الساعة في 0-0 مع مغادرة اضطرارية لصلاح. بالفعل يدخل.